القيام مشتق من القامة، وقامة الإنسان هي قدر طوله مثل قامة الآن، لكن إذا باعد بين رجليه وفاجأ بينهما ستكون قامته أقصر. وتجدون كثيرا من المصلين في الصف وهم يقصدون سنة طيبة، وهي أن لا تبقى فرجة للشيطان، ولكنهم يجعلون الفرجة في داخل أبدانهم فيفرقون أرجلهم، وهذا خطأ. فالقيام لا بد فيه من استقامة القامة، وأن يكون الإنسان معتدل القامة هكذا. فالذي يقارب رجليه كالمكبل مشدود الرجلين لا يستطيع الاعتدال والاستقامة، والذي يباعدهما جدا كذلك تنقص قامته. فإذا الحد الوسط هو المطلوب، وهو هكذا أن يقف الإنسان وقوفه الطبيعي. وبعض الناس عند تكبيرة الإحرام يطأطئ رأسه هكذا، وهذا غلط، فلا بد أن يكون الإنسان قائما قياما كاملا. وبعضهم ينظر إلى الهواء ويحملق في السماء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع البصر في الصلاة، وحذر منه تحذيرا شديدا، فقال: ليكفن أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لا تؤخذن أبصارهم ثم لا ترجع إليهم أبدا. وهذا تحذير شديد من النظر في الصلاة ورفع البصر فيها. على الإنسان أن يمسك بصره في الصلاة ولا ينظر إلى شيء بقصد التدقيق والتحقيق فيه. وكذلك فإن بعض الناس عند تكبيرته عندما يرفع يديه يكون كالخاضع هكذا، فيرفع منكبيه ويطأطئ رقبته، وهذا خطأ في القيام. لا بد أن يكون معتدلا هكذا. ثم في الرفع، الرفع عند تكبيرة الإحرام ليس مجالدة ولا مضاربة، فبعض الناس يفعل هكذا وهذا خطأ. إنما يرفع الإنسان يديه بطمأنينة واعتدال حتى يصل بهما إلى فروع أذنيه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فتكون يداه هكذا ينبذ بهما الدنيا وراء ظهره نبذا خفيفا، ليس بالمضاربة ولا بالشدة، ولا يكون لذلك صوت، ويكون ذلك مع تكبيرة الإحرام أو بعدها، فلا حرج في تأخر الرفع قليلا عن التكبير. وهكذا لا يكون الرفع شديدا أيضا، أوسط الرفع أفضله، وهو أن يكون إلى فروع أذنيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم بعد ذلك يردهما برفق. ثم بعد هذا هيئة القبض في الصلاة، وهي أن يجعل يده اليسرى على صدره، والصدر مما فوق السرة إلى النحر كله، سواء وضعهما هنا فوق السرة أو هنا في أسفل الصدر أو في على الصدر ما لم يصل إلى الخنق. والناس يخطئون في وضع الأيدي، فمنهم من يحرق نفسه بيديه فيجعلهما على رقبته، وليس هذا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يبعدهما فلا يجعلهما على صدره أيضا، وليس هذا قبضا واردا أيضا، لا بد أن يكون على الصدر. وقد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقبض تحت سرته، وكان يسمي نفسه الأصلع البطين، الأصلع. والصلع في الخلفاء الراشدين فثلاثة منهم صلع أبو بكر وعمر وعلي، كلهم كان أحص الرأس للقتال ولوضع المغفر على الرأس. والصلع عادة يقع للأذكياء، من كان شديد الذكاء يصاب بالصلع غالبا. وكان يسمي نفسه الأصلع البطين لأنه كان له بطن، وليس معنى البطين أنه كبير البطن، بل كان هو ربعة إلى القصر، فكان أقصر من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقبض تحت سرته في بعض الأحيان. وهذا القبض لا بد أن تكون اليد اليسرى فيه هي السفلى. بعض الناس يقبض بيسراه يمناه، فيجعل اليمنى أولا ثم يقبضها، وهذا خطأ. وقد جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وقد وضع يده اليمنى على صدره ويده اليسرى فوقها، فجاءه فجعل يده اليسرى على صدره واليمنى فوقها، غيره النبي صلى الله عليه وسلم بيده في الصلاة. وهذا يدل على أنك إذا رأيت بعض أصحابك على خطأ في الصلاة ولو كان في المندوبات والسنن يمكن أن تغيره بيدك، كما ثبت في الموطأ عن ابن عمر أنه رأى رجلا يتلثم في الصلاة فجعل لثامه على أنفه وفيه، فجاء ابن عمر فجبذه جبذا شديدا، كان ابن عمر شديدا فجبذه جبذا شديدا ليبين أن هذا يفسد القراءة، ويفسد القراءة لأن الإنسان إذا كان مغطى الفم ومغطى الأنف قراءته غير صحيحة. ثم بعد هذا في حال القراءة، قراءة الفاتحة وقراءة السورة، لا بد أن يبقى الإنسان على قيامه معتدلا. وصورة القبض أن يجعل اليسرى هكذا ويجعل اليمنى فوقها ويبسط اليسرى. بعض الناس يقبض اليد السفلى هكذا ويجعل اليمنى فوقها كأنما هو ملاكم يقبض يديه معا، وهذا خطأ. فلا بد من بسط اليد اليسرى على الصدر ثم يقبض فوقها باليمنى.
والقبض آخذ من الكف والرسغ فقط وليس له بالساعد شيء. والصورة الثانية هي البسط، وهي أن يبسط يده اليسرى فوق صدره ويبسط اليمنى فوقها هكذا. وبعض الناس يبسطهما إلى المرفقين فيقبض بكل واحدة من اليدين الأخرى من عند المرفق، وهذا خطأ وليس بالقبض الذي هو سنة. وبعضهم أيضا يجعل اليدين متعاقبتين هكذا فقط، وليس هذا بقبض ولا بسط، بل القبض إنما هو بأن يجعل يده اليمنى على الصدر ويقبضها هكذا وهو آخذ من الرسغ والكف فقط، والوضع آخذ من الكف والرسغ والساعد بأن يجعل يده فوق الأخرى تماما هكذا. وبعد هذا يأتي الركوع فيكبر له الإنسان، وبعد التكبير أو مع التكبير ينحني ويرفع يديه، وهذا الرفع ليس مثل الرفع الأول إلى فروع أذنيه، بل رفعا دون ذلك إلى منكبيه أو إلى ثدييه، يرفع رفعا معتدلا ليس أيضا بذلك الرفع الشديد بالقوة، بل يرفع ركع. وهيئة الركوع هكذا، يبقى الإنسان قائما معتدلا، ومن هذا المكان من أسفل الظهر لا يطرأ عليه أي انحناء. بعض الناس يثني ركبتيه في الركوع وهذا خطأ، لا بد أن يبقى الإنسان قائما كما كان، ثم يثني أعلاه ويحصر ظهره، والحصر معناه الثني، أن يثني ظهره هكذا فيكون ظهره مستويا تماما على هذا الوجه. فإذا وضع فوقه شيء لم يقع لأن الظهر معتدل مستو، ورقبته تكون هكذا مع ظهره أيضا باستمرار، فيثني لحيته قليلا إلى الوراء. بعض الناس يفعل هكذا فيثني رقبته ويثني رأسه إلى الوراء، ويظن أنه عليه أن ينظر موضع سجوده، وهذا غير صحيح، عليه أن يمد رقبته مع ظهره باعتدال هكذا. هكذا فيكون الظهر معتدلا تماما وتكون الرقبة مع الظهر. ترون الهيئة الآن، وانظروا إلى اليدين، فالركبتان تقابلان الكفين والأصابع تتفرق فيما تحت ذلك، فالركبة تدخل في حفرة الكف وتتفرق الأصابع بعد ذلك، ويكون الظهر معتدلا هكذا اعتدالا شديدا، ولا صلاة لمن لم يسوي ظهره في الركوع. واللحية تكون هكذا راجعة مع الرقبة قليلا حتى يتمكن، ثم بعد ذلك يرفع. وهذا الرفع أيضا لا بد أن يكون بسهولة فلا يكون بشدة، ويرفع الإنسان يديه معه رفعا مثل الرفع للركوع، فلا يصل به إلى فروع أذنيه بل إلى منكبيه أو ثدييه فقط، ويقف وقوفا مثل وقوفه من الفريضة. وبعض الناس يرى أن من الحق اللازم عليه في رفعه الخفة والسرعة، فتجده يرفع هكذا ثم يسجد، وبعضهم لا يرفع أصلا بل من ركوعه ينحني للسجود مباشرة. والرفع من الركوع فرض لا بد منه، والنقر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، حرمه وصفه بنقر الغراب، فهذا ليس صلاة، لا بد أن تكون الصلاة بهيئتها الصحيحة. فلذلك لا بد أن يعتدل قائما، أن يستوي قائما بعد ركوعه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث المسيء في صلاته، وله الحق حينئذ في القبض وكذلك في السدل بعد الرفع من الركوع، لأنه لم يرد في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حديث التي ذكر فيها القبض إنما كانت في القيام مطلقا، فيمكن أن تشمل هذا القيام بعد الركوع ويمكن أن لا تشمله. وجمهور أهل العلم لم يكونوا يقبضون بعد الركوع، ومنهم من أجاز ذلك، وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أنت بالخيار، إن شئت فاقبضهما وإن شئت أرسلهما، وإذا أرسلهما فلا يكون ذلك أيضا بشدة شديدة، بل يرسلهما إلى جنبيه، هذه إلى عطف وهذه إلى عطف هكذا، ولا يقبضهما. بعض الناس يقبض أصابع يديه في حال السدل، وذلك من الرياضات وليس من هيئة الصلاة. هيئة الصلاة أن يعود كل فقار مكانه، كما في الحديث: يعود كل فقار مكانه، يعود كل عظم إلى مكانه وهيئته. ثم بعد هذا، بعد الذكر في الرفع من الركوع الذي يهمله كثير من الناس،
وقد سبق ذلك في كثير من الناس يظنون أن الرفع من الركوع لا يقال فيه إلا ربنا لك الحمد ويسجدون مباشرة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا، ربنا لك الحمد من السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. وفي رواية أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الرفع من الركوع حتى نقول هرسها، حتى نقول هرسها لطول دعائه في الرفع من الركوع. وإذا دعا فيه الإنسان فالأفضل هو هذا الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الأنصاري أيضا الذي سبق وهو ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وفي رواية النسائي زيادة كما يحب ربنا ويرضى. ثم بعد هذا يكبر للسجود، والتكبير للسجود كثير من الناس يهمل التكبير حتى يسجد ثم يكبر، وهذا غلط، فيجعل الانتقال خاليا من الذكر، والانتقال حركة مقصودة في الصلاة. فلذلك ينبغي أن يبدأ الإنسان تكبيره مع بداية انحنائه، يقول الله أكبر فينتهي عند سجوده، ينتهي تكبيره عند سجوده. والسجود مختلف في هيئته، هل يبدأ الإنسان أولا بوضع يديه أو يبدأ بوضع ركبتيه، لكن كلا ذلك واسع. فإذا وضع ركبتيه أولا فلا يضرب بهما الأرض، ينزل عليهما هكذا، وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة. وإذا وضع يديه أولا فلا يضرب، لا يضرب الأرض كذلك بهما، بل يجعلهما هكذا. ولا بد أن يكون، أن تكون ركبتاه أيضا بقدر تقاربهما في حال قيامه. فإذا فاجا ركبتيه جدا فسيكون سجوده مختلا، وسيأخذ مساحة أكثر مما يستحقه في الصف، فيؤذي الذي عن يمينه ويؤذي الذي عن شماله. ومثل ذلك في الركوع ما يفعله بعض الناس من التجنيح، فيجنح بمرفقيه فيؤذي الذي عن يمينه وعن شماله، يفعل هكذا، فهذا غلط، لأنه يؤذي من عن يمينه ومن عن شماله. والأصل أن تكون يداه هكذا كما بينا. وكذلك في السجود على الإنسان أن يقتصر على محله ولا يؤذي جيرانه في الصف، فيسجد ويجعل جبهته بين يديه، فإذا سجد وضع ركبتيه في موضعهما، وسجد على رؤوس أصابعه، تبقى رؤوس أصابعه على الأرض، ثم بعد ذلك يضع كفيه ويجعل جبهته بينهما هكذا، ويبسط ظهره هذا البسط بحيث يكون قامته أربعة أذرع بالإبهام له هو، فكل إنسان ثلاثة أذرع أقصد بالإبهام له هو، فكل إنسان إذا بدأ من إصبعه الإبهام، من رجله، من إصبع رجله الإبهام، وذرع إلى موضع، إلى نهاية موضع جبهته، فسيكون ثلاثة أذرع له. تعال عبد الله أمسك هنا عند الإصبع، تعال حسن، الجبهة عند أول جبهة، أيوة أمسك هذا المكان من يد عبد الله إلى هذه بالإبهام، بالإبهام كل إنسان ذرعه بحسبه هو، إذا كان طويلا فسيكون مساحة سجوده أطول من هذا، وإذا كان أقصر فسيكون أقل. فهذا هو السجود المعتدل الذي ليس فيه بسط زائد، فبعض الناس ينبسط جدا هكذا فيكون كأنما هو منبطح على الأرض، وبعضهم يعقد ظهره هكذا فيسجد على هذه الهيئة، وبعضهم يضع مرفقيه في السجود في أبطيه، في أقصد رفقيه، فيسجد هكذا، وهذا كله خطأ. فالسجود لا بد فيه من التجنيح تجنيحا وسطا ومن هذه الهيئة، فإذا خالف ذلك الإنسان فقد كان قد اختل سجوده، لا بد أن يكون على هذه الهيئة. الذي يجنح تجنيحا شديدا هكذا تكون يداه إلى غير القبلة، أو يسجد فقط على رؤوس أصابعه، يجعل أصابعه على الأرض ولا يمسها براحتيه، هذا سجوده مختل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار إلى أنفه، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين، فهذه سبعة أعظم يسجد عليها الإنسان، وكل عظم يأخذ حظه من السجود.
تعالى عبد الله. بعض الناس إذا سجد يكون رجلاه فقط تخطان بالأرض ولا تثبتان لأنه لم يسجد عليهما ولم يحمل شيئا منه. فالآن السجود هكذا، أمسك رجلي، حاول تحريك رجلي، حاول تحريكهما، فرجلاي تحملان جزءا مني كما تحمل يداي جزءا مني. بينما لو سجد الإنسان هكذا وجعل رجليه تتحركان فقد حمل هو هذه الصورة في الرجلين. الرجلان لا بد أن يحملا شيئا من الإنسان هكذا، يشدد الإنسان عليهما حتى تحملا شيئا منه. إذا خفف الإنسان عليهما هكذا فيتحركان يمينا وشمالا فإنه لم يسجد عليهما لأنه لم يأخذ شيئا من ثقله وحمله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد عليهما كباقي الأعضاء، فلذلك لا بد من حملهما لشيء منه، لا بد أن يحملا شيئا من ثقله. وكذلك اليدان وكذلك الجبهة، بعض الناس يمس جبهته للأرض إمساسا خفيفا فلا تحمل شيئا من ثقله، وبعض الناس يتشدد في عجن الجبهة في الأرض يريد بذلك أن يبقى أثر السجود فيه، ويظن هذا مدحا، ويفسر عليه يتأول عليه قول الله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وهذا خطأ. فالمقصود بأثر السجود إكثاره في قيام الليل حتى يصفر الوجه من كثرة القيام في الليل من أثر السجود. وأما التشدد الذي يقع فيبقى أثره فلم يأتي في الحديث إلا على وجه الذم، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج أن في جباههم مثل ركبة العنز. تعرفون ركبة العنز؟ تكون بقعة سوداء داكنة شديدة التثني، فليس هذا بمدح وإنما هو ذم. فلذلك عجن الجبهة كثيرا بالأرض من أجل هذا الوصف ليس محمودا، بل لا بد أن تحمل نصيبها من ثقل الإنسان، وتحمل كل يد نصيبها وتحمل كل رجل نصيبها. بعض الناس أيضا يخفض أحد منكبيه في السجود هكذا فيكون ملتويا هكذا، وهذا سجود بني إسرائيل، فقد كانوا يسجدون على أحد شقي الجبهة فقط. ومثل ذلك الانحناء بأحد المنكبين هو عدم اعتدال في السجود، لا بد أن يكون المنكبان على تساويهما واعتدالهما. وفي السجود كذلك لا بد أن يثبت الإنسان فيسبح ثلاث تسبيحات على الأقل، ومن قال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده وذلك أدناه، أي ذلك أدنى التمام. ثم بعد ذلك يدعو بما شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما السجود فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه لأنفسكم بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فهذا وقت الاستجابة وهو أقرب أحوالك من الله جل جلاله، فلذلك عليك أن تصبر فيه وتتأنى حتى تدعو بحوائجك كلها. ثم بعد ذلك إذا رفعت منه فاجلس على هيئة الجلوس بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين دائما بالافتراش، والافتراش هكذا أن يجعل الإنسان رجله اليسرى تحت وركيه ويرفع رجله اليمنى فيجعل أصابعها بالأرض هكذا، فهذا هو الافتراش. انظروا إليه، هذه هيئة الافتراش. وبعض الناس يتجافى في الجلوس فيبعد رجله هكذا فيأخذ مكانا أكثر من مكانه في الصف ويؤذي جيرانه، وبالأخص إذا كان ذلك في التورك بعض الناس يفعل هكذا فيكون مثل بروك البركة البقرة فيأخذ حيزا كبيرا في الصف. فهذا الآن الجلوس غير صحيح. هيئة الجلوس الصحيحة هي هكذا بالنسبة للافتراش وهكذا بالنسبة للتورك. فلا بد أن لا بد أن يبقى الإنسان زيه ومكانه ولا يتعدى هذا. وإذا فعل هكذا في التورك فلا حرج، يجعل رجله فوق عقبه فلا حرج في هذا. وكذلك إذا جلس بين السيدتين هكذا فهذا النوع هو الإقعاء الذي في حديث ابن عباس في صحيح مسلم، وليس هو الإقعاء الذي جاء النهي عنه. فالإقعاء الذي جاء النهي عنه هو جلوس البدوي المصطلي، وهكذا يرفع ركبتيه ويقف على رجليه هكذا، يجلس على رجليه هكذا، فهذا هو الإقعاء المنهي عنه، وهذا الإقعاء الجائز بين السجدتين. ومثل ذلك إذا كان يجلس جلوس الاستراحة أو جلوس الأوتار
يمكن أن يجلس هذا الجلوس لأنه مستعد للنهوض إلى القيام، وهذا في هيئة الجلوس. وأما في هيئة اليدين في الجلوس فهي أيضا مما يكثر فيه خطأ الناس، فبعض الناس يجعلهما هنا عند رفقيه، وبعضهم كذلك يثني مرفقيه في الجلوس فيؤذي جيرانه هكذا. والأصل أن يبسط الإنسان يديه على فخذيه وأن تكون رؤوس أصابعه إلى القبلة هكذا. فإذا كان في التشهد فله حالات، الحالة الأولى أن يقبض هاتين الخصر والبنصر ويدير هاتين ويبسط هذه، فهذه التي يشير بها سواء حركها أو لم يحركها، فتحريكها جاء في حديث زائدة بن قدامة جاء فيه تحريك، وفي غيره جاء له الإشارة في الصحيحين، جاء في الصحيحين له يشير بها، والإشارة مختلف في دلالتها، فقيل معناها التحريك لأن أنت إذا أشرت إلى شيء لابد أن تحرك إصبعك، ومنهم من فهمها على أن معناها المد فقط، أن تمدها فقط هكذا. فإذا تقبض هاتين وتدور هاتين وتمد هذه سواء حركتها أو لم تحركها، ومع ذلك يبقى ظهر الأرض ظهر اليد إلى جهة السماء، فظهر الكف سيبقى إلى جهة السماء. بعض الناس يقلب يده هكذا، وبعضهم يفعل هكذا، وهذا جمهورهم لأنهم سمعوا أن في رواية ابن القاسم كما في الرسالة في رواية ابن القاسم أن طرف السبابة يكون إلى الأنف، وابن القاسم قصد به هذه الهيئة، فيكون طرف السبابة مقابلا للأنف إلى هذه الجهة، وابن القاسم نفى به هذه الصورة لكنه لم يقصد به هذه الهيئة التي يفعلها بعض الناس، القاسم ما قصد هذه الهيئة. فهذه الصورة. الصورة الثانية أن يقبض هذه الأصابع الثلاثة ويضع هذه إلى جنب هذه هكذا ويشير بها سواء حركها أو لم يحركها. والصورة الثالثة أن يدخل هذه تحت هذه، هذه الصورة ثم بعد هذا يحرك. والصورة الرابعة أن يبسط هذه الأصابع الأربعة ويشير بهذه فلا يقبض شيئا أصلا، يبسط الأصابع كلها ويشير فقط بمسبحته. ولنا صورة أخرى وهي أن يمكن يده اليسرى من ركبته في الجلوس، يمكن يده اليسرى من ركبته ولا يضعها على فخذه. وكل هذه الصور الخمس ثابتة، خمس صور ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة اليدين في الجلوس، في جلوس التشهد بالخصوص. وأشهرها هي هذه، أن يضع اليسرى على فخذه وأصابعها متحاذية مستقبلة القبلة، وأن يقبض هاتين وأن يحلق بهاتين وأن يشير بهذه، فهذه أشهر هيئات الجلوس، هيئات اليدين في الجلوس في التشهد. وفي غير التشهد تجدون كثيرا من الناس يقبض أصابعه كهيئة التشهد كأنما يتشهد بين السجدتين، بل في كثير من الأحيان يقرأ التشهد بين السجدتين وهذا خطأ فليس هذا محله، وفي بعض الأحيان يقبض يديه معا، والمقصود التوحيد أن يشير بإصبع واحدة، فإذا كان له إصبعان يشير بهما فهذا منافي للتوحيد. فكل هذه من الأخطاء التي ترونها كثيرا وتنتشر. ثم بعد هذا القيام من الجلوس، لو قام الإنسان من الجلسة الوسطى أراد أن يقوم، أو كان ممن يجلس جلوس الأوتار وهو جلوس الاستراحة فأراد أن يقوم من الجلوس فقد كان هكذا جالسا جلسة الصلاة فأراد أن يقوم، لا بد أن يعتمد على اليدين، لكن هل يعتمد عليهما على الركبتين أو يضعهما على الأرض هكذا أو يعجن بهما هكذا، كل ذلك وارد. وحديث العجن وإن كان ضعيفا إلا أنه مأخوذ به، فكثير من أهل العلم اعتمد عليه. حديث العجن هو أن يقبض يديه هكذا ويضعهما على الأرض حتى يرتفع، وفي مقابله هكذا فيقوم أيضا قياما معتدلا ليس فيه سرعة زائدة عن ذلك. وهذه الهيئات إذا أداها الإنسان على هذا الوجه فإنه اتبع، ولا يلزم أن يتتبع كل حديث وارد في هيئة، لكن إذا فعل ذلك مرة فعل هيئة مرة لا ينكر عليه، فيبحث الإنسان عن الأشهر وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم فيطبقه، وما زاد على ذلك لو فعله مرة أو مرتين في عمره فيكون ذلك تسننا، لكن لا يلزم أن يتتبعه دائما في كل صلاته. ثم بعد هذا أيضا
لا بد أن ندرك أنه في حال التشهد كثير من الناس يروي عنقه إلى اليمين أو الشمال هكذا، فيكون جلوسه غير معتدل، وتشاهدون هذا كثيرا في الصلاة. كذلك بعض الناس في حال توركه يفعل هكذا فيكون منحرفا عن القبلة يمينا أو شمالا، ومع الأسف يقع هذا من بعض الأئمة. قد رأيت بعض الأئمة في صلاتهم إذا جلس في المحراب يفعل هكذا فيكون منحرفا عن القبلة يمينا أو شمالا، والانحراف إلى اليمين أكثر لأن الرجلين استخرجان إلى جهة اليمين، فيكثر الانحراف إلى جهة اليمين عن قبلة عن القبلة. وهذا التشهد إذا كان تشهد السلام فكملت صلاة الإنسان، فليس له أن يشير بيديه عند السلام كما يفعله بعض الناس. بعض الناس ينتظر السلام ثم يجمع يديه فيشير بهما يمينا أو شمالا أو يشير بهما هكذا، وهذا خطأ، فعلى الإنسان أن يترك يديه مكانهما ثم يشير فقط بوجهه، فيلتفت هكذا عن يمينه ويكون أنفه بهذا الحجم، معناه أن من وراءه ينظر إلى أنفه فقط وعينه اليمنى، ثم إذا سلم التفت عن يساره بهذه الدرجة بحيث يرى ترى عينه اليمنى ممن خلفه، فالالتفات الثاني أقوى من الالتفات الأول. الالتفات الأول خفيف هكذا والالتفات الثاني أقوى منه. هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفاته، وكان يسلم يمينا وشمالا، وثبت عنه أنه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه والسلام عليكم ورحمة الله عن شماله، هذه الصورة الأولى. وثبت عنه أنه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن شماله. وثبت عنه أنه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه والسلام عليكم ورحمة الله عن شماله، هذه الصورة الثالثة. والصورة الرابعة السلام عليكم عن يمينه والسلام عليكم عن شماله. والصورة الخامسة السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه فقط. فإذا هذه خمس هيئات في السلام ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضلها وأشهرها السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن شماله. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه وقال السلام عليكم ورحمة الله عن شماله فهي التي تليها في الفضل، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن شماله فكذلك. وبعض الناس يخطئ في لفظ السلام فيحذف الهمزة فيجعلها همزة وصل وهي في البداية يدرجها، مع أن الاستئناف بها يقتضي قطعها فيقول السلام عليكم. وبعضهم أيضا يبالغ في تشديد السين تشديدا كبيرا حتى تكون صفيرا مدويا، وبالأخص بعض الأئمة فيقول السلام عليكم بتشديد شديد، وهذا غلط في النطق بالحرف، فيقول الإنسان السلام عليكم. وهكذا في الميم من عليكم، عليكم ورحمة الله، بعض الناس يقلقل الميم فيقول عليكم ورحمة الله، وكثيرا ما تسمعون الأئمة يفعلون ذلك، وكثير من القراء أيضا يفعله فيقلقلون الميم عليكم و. وأصل ذلك أنه في القرآن جاء في علم التجويد أن على الإنسان إذا كانت الميم ساكنة قبل الواو أو الفاء أن يحذر من ادغامها، واحذر لدى واو المفاء أن تضغم، فيظنون أن الحذر من الادغام يقتضي القلقلة، وهذا غلط، فالميم ليست من أحرف القلقلة، أحرف القلقلة هي قطب جد وقطب جد المقلقلة، هذه الأحرف الخمسة فقط هي أحرف القلقلة والميم ليست منها. فلذلك إذا قال الإنسان عليكم فقد قلقل، لكن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والحذر من الإدغام هو أن لا يقول عليكم ورحمة الله، هذا هو الإدغام، عليكم هذا الإدغام المنهي عنه. أما الفك هو أن يقول عليكم ورحمة الله. والالتفات بالسلام مندوب كما ذكرنا عن يمينه وشماله على هذه الهيئة. وبعد ذلك تأتي الأخطاء بعد السلام، ومن أهمها أن كثيرا من المصلين عندما يفرغ من صلاته مباشرة يتحرك من مكانه قبل أذكار الصلاة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي ابن آدم عندما يكمل صلاته فيقول اذكر كذا واذكر كذا